ألسنة كثير من الناس، هل هناك فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ والناس يظنون أن صلاة الصبح غير صلاة الفجر، والواقع أنه وقت واحد وفريضة واحدة. فنريد أن نلقي بعض الضوء على هذا العنصر أولا قبل بيان صلاة التطوع. هذا السؤال فعلا يتردد كثيرا، والناس يقولون هل صلاة الفجر هي السنة وصلاة الصبح هي الفريضة أو العكس أو كذا أو كذا. أوليت هذا الموضوع اهتماما وتتبعته على حد قدرتي واجتهادي، تتبعت النصوص التي تحدثت عن صلاة الفجر وعن صلاة الصبح، فوجدت في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفجر قد تطلق على ركعتي السنة وقد تطلق على ركعتي الفريضة، وكذلك الصبح قد تطلق على ركعتي السنة وقد تطلق على ركعتي الفريضة. فالمطلوب منا في هذا الوقت وهو من الفجر إلى طلوع الشمس، المطلوب منا ركعتان سنة وركعتان فريضة. ركعتان الفريضة هي التي فيها القنوت على بعض المذاهب، والركعتان السنة هي الركعتان العاديتان، وهاتان الركعتان النية هي التي تحدد ما تصليه، إن كنت ستصلي ركعتي سنة أو كنت تصلي ركعتي الفريضة، النية في القلب هي التي تحدد ذلك. لو اللسان غلط وقال في ركعتي السنة نويت أصلي ركعتي الفجر جائز، نويت أصلي ركعتي الصبح أي سنة الصبح جائز. النية محلها، النية محلها القلب، والتلفظ باللسان يساعد. إن غلط فيه الإنسان فالعبرة بنية الإنسان وقلبه. عند الفريضة لا بد أن تعين وتقول فريضة الصبح، ولو قلت فريضة الفجر في قلبك أيضا، ما دمت قلت فريضة فهاتان الركعتان هما الفريضة، وإذا قلت سنة الركعتان هما السنة، سواء سميتهما فجرا أو سميتهما صبحا. لكن محل ركعتي السنة قبل الفرض. السنة وهما التي يطلق عليها غالبا في الحديث ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، السنة أن تؤدى قبل صلاة الصبح، لكن في بعض المذاهب يقول يجوز أن تؤديها بعد صلاة الفرض، لكن الأفضل أن تجعلها متقدمة على الفريضة إلا إذا ضاق الوقت، قمت من النوم فوجدت الشمس ستشرق عليك ولا تكفي أربع ركعات، صل الفريضة أولا ثم إذا بقي وقت فصل السنة. إذا وجد جماعة وكذلك إذا وجد جماعة يسن أن يدخل في صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك يؤخر الركعتين السنة إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة.